وشوشة. احنا طبعا بناكل سمك كتير. يعني انا لما جيت انا كنت فاكره ان ده العادي في مصر على فكره، يعني كنتش مدركه غير لما جيت القاهره اما الاقي حد يقول لي ما اكلش سمك. ايه انا ما اكلش جمب ايه؟ كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. احنا السمك عندنا في اسكندريه سمك وجمبري او يعني مأكولات البحريه زي اساسيه زي الفراخ هنا. يعني هنا الناس بتاكل فراخ اكتر ساعات لحوم. اه يعني احنا عندنا سمك ده 3 4 ايام في الاسبوع، ده عادي يعني، ده الاكله اللي بتاكليها على طول يعني، ما بتدورش حاجه تانية هنا لا. فيمكن طبعا يكون ده ان هي طبعا ما بتخنش، ممكن انا بفكر معاكي يعني، بس ممكن يكون طبعا احنا كلنا بنحب قوي نتمشى على الكورنيش، ما ينفعش بقى عندنا الكورنيش نتمشاش عليه يعني. ده بقى ولا عايز اشتراك نادي ولا مكلف ولا اي حاجه، وكفايه بس راحه البال ان انت لما بيبقى عندك اي مشكله في الدنيا كبيره او صغيره الشخص يعني اللي كلنا بنتمناه طبعا الصحه والستر وان عيلتنا تبقى بخير وكل الكلام الدبلوماسي ده يعني اكيد كلنا بنتمنى الخير لينا والاهالينا طبعا. المستوى المهني بتمنى طبعا اني اكبر البرنامج واكبر في المجال اللي انا فيه، ان انا دخلت الموضوع على اساس طب والله لا طب ما اجرب واشوف هي حاجة حلوة وانا حاسة ان ممكن يكون ليا فيها مستقبل، وانا ما بحس ان يعني في حاجة عجباني بشتغل على نفسي قوي وبركز قوي. فانا دلوقتي في المرحله دي ان انا بشتغل على نفسي وعايزه احسن نفسي واطور نفسي. ان انا طبعا اعلام المصريين ودول اللي ما جاتش فرصه يمكن اذكرهم في اول اللقاء، هم اللي دلوقتي ادوني فرصه ذهبيه. يعني الفرصه دي لولاهم ولولا طبعا سينرجي واعلام المصريين هما الاثنين كان زماني ممكن اكون لسه في مكان مهم جدا لكن في مرحله مهنيه اصغر شويه. يعني هم ادوني فرصه اكبر. اقول له طبعا ربنا يخليك ليا يا حبيبي، انت لولاك ولولا وقفتك جنبي من اول يوم حلمت بس بالحلم ده انا ما كنتش اقدر احققه ابدا. وزي ما انتم عارفين طبعا لو الراجل مش مشجع مراته ان هي توصل لحلمها هي عمرها ما هتقدر توصل له، بالذات ان طبعا احنا في عاداتنا وتقاليدنا الشرقيه الراجل برضو ليه كلمه الاولى والاخيره. فلو هو ما كانش موافق او هو شايفني مقصره مثلا في البيت او ان انا باجي عليهم او ان انا مش قادره اوفق او ان انا بعمل حاجه هتبقى جايه عليه وعلى ابننا، فطبعا ما كانش هيبقى مبسوط. لكن هو وقف جنبي، وفي الايام اللي انا ببقى حاسه فيها ان انا ممكن طب انا النهارده غصب عني مش هودي عمر التمرين، طب انا هعمل ايه؟ تلاقيش انا هوديه. فهو لولا المواقف دي ولولا ان هو محسسني ان هو في ايام بيضطر يقوم بدور الاب والام لو انا مش موجوده انا ما كنتش هقدر طبعا اوصل لاي حاجه انا فيها. فانا بشكرك جدا جدا جدا، ولولاك ما كنتش هقدر ابدا اوصل للحلم بتاعي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.